محدش عاجبه حاله وكل حاجة متسخرة في الدنيا إلا راحة البال. أنت مخلوق أساسا علشان خاطر تحقق الحاجات اللي أنت نفسك فيها، ولو ما وصلتش للحاجة اللي أنت نفسك فيها فأنت إيش عرفك إنك كنت هتبقى مبسوط بيها؟ عندك مثلا اللي مرتبطين ومخطوبين، في منهم اللي مبسوط ما شاء الله، وفي منهم اللي اتخنق وعايز يرجع بقى لحياته الطبيعية اللي كان فيها الأول. السناجل منهم اللي هيموت ويرتبط، واللي أنا شخصيا مش عارف هو متصارب على إيه، مش فاهم. بلاش يا حبيبي، خليك كده أحسن. وفي منهم اللي سايب على الله ومقتنع إن كل حاجة لما بتيجي في وقتها بتبقى أحسن. المتجوزين، في منهم اللي عايشين حياتهم الطبيعية ومتأقلمين وعايشين، وفي منهم اللي اكتشف إنه اختار غلط وإنه تسرع في الجوازة دي، وفي منهم اللي اتطلقوا. حتى الأطفال نفسهم يكبروا ويبقوا شباب علشان لما يجي يصلي في الصف الأول في المسجد يتعامل معاملة الكبار، ومحدش يقول له ارجع في الصف الأخير. يكبر ويتعامل معاملة الكبار، يقول لك ليت الزمان يعود يوما، علشان المسؤولية والقلق اللي بسببهم ساعات ما بيعرفش ينام، وإنه بقى مضغوط والحمل بقى تقيل جدا، مع إن هي دي سنة الحياة، يعني مش هنعرف نعمل حاجة ولا هنقدر نغير الواقع. الحياة عمرها ما هتكون سهلة، بس المفروض انت اللي تكون اقوى عشان الحياة تبقى بالنسبة لك سهلة. داخل تالتة ثانوي مثلا وبتقول انها صعب، خلاص خليها صعبة لحد ما تجيب 50% وتفضل تشتكي للناس وللي رايح واللي جاي، وتصعب عليهم وتبقى مثير للشفقة يا عيني، ويقولوا عليك مظلوم وانت الخسران في النهاية، لانك اقنعت نفسك من الاول ان ثانوية عامة صعبة مثلا. يعني ده على سبيل المثال. لو انت مثلا مخطوبة واتجوزت جوازة انت مضطرة انك تتجوزيها او مغصوبة عليها وما اقتنعتيش، وانت ايه اللي جابرك على كده؟ مش فاهم. عادي يعني، المسألة الجواز دي مسألة نصيب، نصيبك متشلك. وان اجتمعت الأمة على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا وقد كتبه الله لك، يعني الحاجة دي لو ليك هتتشلك ولو بعد 100 سنة. ابهاتنا وامهاتنا نفسهم يرجعوا بالزمن علشان يصلحوا شوية حاجات ما كانش المفروض انها تتعمل وندمانين عليها لحد دلوقتي، او يرجعوا لمرحلة عمرية معينة لو كانوا تعبوا فيها شوية كان زمان حياتهم اتغيرت دلوقتي. ولف بينا يا دنيا.